تحت رعاية سعادة الشيخ نبهان بن عبد الرحمن بن سيف الخروصي والي ولاية محوت، والفاضل ويلتر سميسبون مدير عام شركة سي سي انرجي ديفلوبمنت، تم افتتاح السكن الجديد لشركة سي سي انرجي ديفلوبمنت بمنطقة شهد بمحافظة الوسطى. وقبل الافتتاح قدمت الشركة حفلا بهذه المناسبة، حيث بدأ الحفل بمقدمة للحفل وتعريف بأهم إنجازات الشركة ووقفة حوارية حول السلامة بالشركة. سي سي انرجي، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالجميع اللي معانا حضر. وكما قدم كل من الشاعر حاتم بن سعيد الجنيبي والشاعر حمود بن حميد الجنيبي قصائدا شعرية تضمنت الثناء على جهود الشركة ومساندتها لموظفيها. رب الكريم ونسجد الوجه الهلالي، سعدك الله ربي الواحد المعبود اليوم قابوس عزه وفتك. ثم قام سعادة الوالي والمدير العام للشركة بقص الشريط للسكن الجديد وجولة حول عدة أقسام من الموقع. بدأت بغرف الموظفين التي يبلغ عددها 210 غرف بطاقة استيعابية تصل إلى 420 سريراً لتوفير سبل الراحة للقاطنين بالسكن. ويتضمن السكن صالة اجتماعات وتدريب والعيادة الطبية والصالات الرياضية والترفيهية وصالات الطعام ومسجد يتسع إلى 300 مصلي، والسكن أيضاً مزود بكافة أنظمة الأمن والسلامة. من ثم تناول الجميع وجبة الغداء. من مقر شركة سي سي انرجي ديفلوبمنت بموقع شهد، محمد العامري عن مؤسسة عمان ميديا للإنتاج الفني.